وللمزيد حول هذا الموضوع يلتحق بنا من الرياض سعادة سفير أفغانستان لدى المملكة سيد أحمد جاويد. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك، مساء الخير، حياك الله معنا في هذه النشرة. سؤالي لك، بعد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة نظرا لما يشهد العالم اليوم في ظل جائحة فيروس كورونا، كيف تنظرون لهذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسعد الله مساءكم. إن هذا القرار السعودي الحكيم يحرص على حياة الإنسان أولا، ويتوافق مع جوهر الدين الحنيف، ألا وهو بحفظ الضرورات الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والعلم والمال. وإننا نشيد بقرار حكومة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 14/41 بأعداد محدودة جدا لمن هم من الموجودين داخل المملكة، ونثمن حرص المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا بما يحقق متطلبات الوقاية الاجتماعية اللازم لضمان سلامة الإنسان. هذا مستغرب من المملكة، إننا نرى كل عام إدارتها لحشود البشرية في مواسم الحج وتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن. نعم سعادة السفير، هل صدر أي بيان رسمي إن كان من حكومة أفغانستان أو إن كان من السفارة حول هذا القرار؟ نعم، صدر بيان قبل قليل من وزارة الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية إسلامية أفغانستان، وأعلنت فيه دعمها بشكل كامل لقرارات المملكة العربية السعودية بخصوص حج هذا العام، وتراه قرارا حكيما ومنطقيا في ظل تفشي وباء كورونا. نعم، ايضا يعني سعادة السفير، يعني ذكر سفير او عفوا وزير الحج والعمرة في المؤتمر الصحفي ان سيكون هناك تنسيق مع البعثات الدبلوماسية بخصوص تسجيل حجاجهم، هل يعني وصلكم اي شيء بهذا الخصوص؟ لم يصلنا حتى الان اي تفاصيل متعلقة بتنسيق البعثات السياسية مع وزارة الحج والعمرة، ولكن نحن على تواصل مع الإخوة في وزارة الحج والعمرة، ونؤيد وندعم كل ما تراه الحكومة السعودية مناسبا لإقامة حج هذا العام إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة سفير أفغانستان لدى المملكة سيد أحمد جاويد، شكرا جزيلا لك.